السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاك الله يا شيخ، يعطيك الصحة والعافية. وياك، تفضل. شيخ عندي سؤال، أحد الرجال الأكارم هو ملتزم أيضا، نحسبه والله حسب يعني متبع للسنة. المهم شيخ، نحن في رياضة كمال الأجسام، يعني عادة نطلع عضلاتنا وأجسامنا لأغراض مختلفة، منها الرزق، منها بس غالبيتنا احنا المدربين منها غرض الرزق. غرض ماذا؟ عفوا، الاشخاص المتبعين هو منها ايه؟ عفوا، تقول لأغراض منها الغرض، من ما الغرض؟ لأغراض مختلفة. احد الغرض منها ان يصير عندنا متابعين ومصدر للرزق. مدربين رياضتنا تحتاج ان نوري الناس اجسامنا عشان يثقون فينا، عشان يكون مصدر للرزق لنا. يعني مصدر للرزق، وبعد ذلك تظهرون عضلاتكم كدعاية لكم للاسترزاق. ها السؤال؟ نعم. فهو أنشأ فكرة، مستحدثة، وهي شنو هي؟ يعني بما أن إحنا راح نصور أجسامنا، وهذا الأمر موجود وشائع منتشر جدا، يعني نصور أجسامنا راح نصور أجسامنا. فشو سوى؟ سوى حزام، سماه حزام لتغطية العوام. فهذا الحزام نلبسه يعني عشان يغطي من السرة إلى الركبة، بحيث أن نصور أجسامنا وما تطلع العورة. طيب ما المشكلة؟ نعم، الصورة شيخ تطلع للناس عموما، يعني تطلع كل الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب، من الرجال ومن النساء. الصورة يعني هل يعني عفوا؟ يعني أنت السؤال باختصار، أنت تستر ما بين السرة والركبة وتظهر سائر جسمك للإرزاق، أما يجاز مع الكراهة. السلام عليكم.